يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم تلبية الدعوة لهذه القمة الطارئة والتي تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ولقد استطعنا في الماضي تجاوز العديد من التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. وسنعمل معا بحول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحزم. إخواني أصحاب الجاه والسمو، إن ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامج النووية والصاروخية وتهديد الحياة الملاحة العالمية بما يهدد امدادات النفط للعالم، جعل تحديا سافرا لمواثيق مبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن الدوليين. كما أن دعم الإرهاب عبر 4 عقود وتهديده بالأمن والاستقرار يهدف لتوسيع النفوذ والهيمنة، وعمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية. إن الأعمال الإجرامية التي حدثت في مؤخرا باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي طال 4 ناقلات تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك استهداف محطة ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة، تستدعي منا جميعا العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن مكتسبات دول مجلس التعاون. إخواني أصحاب الجاه والسمو، إن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. ستظل يد المملكة دائما ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار والاستقرار المنطقة. والختام، من لا بد من إشارة لأن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة وما قالوا للتمادي في ذلك والتصعيد بشكل الذي نراه اليوم. ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أزاء ما تشكل الممارسات الإيرانية من تهديد الأمن والسلم للدوليين، واستخدام كافة الوسائل لوقف النظام الإيراني من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديد حدوث الملاحة في المناطق الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.